مشاهدينا اهلا بكم في تغطية جديدة ولايف جديد على موقع صدى البلد. بالطبع في الوقت الحالي بنعيش ذروة فصل الشتاء، يعني اجواء باردة وفترات سطوع الشمس بتكون اقل وامطار على معظم انحاء الجمهورية. وفي تغطيتنا دلوقتي هنعرض لحضراتكم حالة الطقس خلال الايام المقبلة اللي هتكون الى حد ما باردة بسبب تعرض مصر بمنخفض جوي بارد، مع ايضا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة وخلال الايام المقبلة. في بداية حديثنا بيتوجب علينا القول والتنبيه ان هيئة الارصاد الجوية نشرت صور للاقمار الصناعية بتشير الى وجود كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب اوروبا هتؤثر على الاجواء خلال ساعات الليل القادمة. ورصدت ايضا هيئة الارصاد الجوية خلال طقس النهاردة كتل الهواء البارد القادمة من جنوب اوروبا وبتندفع لتؤثر على كافة المناطق الشمالية للبلاد، حيث تسود اجواء شتوية باردة خاصة خلال ساعات الليل والساعات المبكرة من اليوم خصوصا في وقت الفجر. بيأتي ده وسط استمرار تدفق السحب الممطرة على مدينة الأسكندرية خلال طقس النهاردة لليوم الثاني على التوالي ما بين المتوسطة إلى الغزيرة أحياناً. بيصاحب ده نشاط للرياح بيتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس. وبحسب صور الأقمار الصناعية حول طقس النهاردة فبتتكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري أيضاً وتحديداً مناطق البحيرة وكفر الشيخ وسط وجود فرص لسقوط الأمطار هناك. وايضا اوضحت هيئه الارصاد الجويه ان طقس النهارده سيشهد استمرار فرص سقوط الامطار متوسطه الشده، قد تكون غزيره ورعديه احيانا على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري للبلاد. كما ايضا تتكون الشبوره المائيه صباحا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبيكون طقس النهارده معتدل نهارا على شمال البلاد والقاهره الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتبقى الأجواء باردة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. بالنسبة بقى للسواحل وحالة البحرين فهي كالتالي. نبدأ بالبحر المتوسط، فستكون الحالة في البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيها بيتراوح ما بين متر ونص إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما عن البحر الأحمر فهتكون معتدلة وارتفاع الموج فيها بيتراوح ما بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس النهاردة بمختلف المحافظات فهتكون كالتالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى أيضا 12 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 درجات، جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات. مشاهدينا إلى هنا بتنتهي تغطيتنا، ويبدو أن الأجواء الأيام المقبلة ستكون باردة إلى حد ما، فنرجو من الجميع متابعة بيانات الأرصاد الجوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة واتخاذ كافة التدابير والحذر من الشبورة للأشخاص اللي بتدفعهم ظروفهم ظروف عملهم للخروج في ساعات الصباح الباكر أو حتى العودة إلى المنزل في أوقات متأخرة من الليل. دمتم في سلام.